الشكر والتقدير للجامعة الإسلامية في محافظة النجف. الحقيقة اليوم كنا في لجنة الوزارية المشكلة للكشف على الاستحداث قسم تقنيات التخدير في الكلية التقنيات الصحية والطبية في الجامعة. اطلعت اللجنة على المختبرات والقاعات والبنايات المخصصة للاستحداث هذا القسم، وجدت هنالك إمكانيات قد تكون فوق الجيدة في بدايتها. إن شاء الله نأمل على الجامعة أن مثل ما عودتنا حقيقة أنه تكون هي سباقة في توفير المستلزمات من الكوادر والأدوات والمواد والأجهزة الخاصة، خصوصا ونحن اليوم في صدد استحداث قسم مهم جدا وهو قسم تقنيات التخدير. إن شاء الله سوف يتم استقبال الطلبة في هذا العام بعد أن تأخذ إجراءات الاستحداث الكاملة وفق ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.